أكثر من داوي لا ذكرهم خارجين يمشي وعالحرية يما ولادك متحضرين طالبين ديمقراطية هاكل ورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين اليوم الشعب الشعب يلعب عشرة والسيستم ما فهموش كل سيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقهوش عشرة سنين تدمر عشرة والو مازال ما شبعتوش وبربي هاد المرة والو ناضة ما تفوتوش الشعب يبيه يا بلادي بكا وكدموع ميساج قاع المسؤولين يونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابرين يا زاير قلبي راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلمية انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر حرية جماعية كلنا مواطنين في اختلافنا محترمين لبستو برنوص العام بهدلتونا معالج ناس حنا ينمتو في البحر ونتو تداويو في بلادنا رانا حابين نعيشو كرهنا معيشة الدل كل واحد يدي حقه في بلاد قانون وعدل التربية لولادنا أساس جيل الغد ثقافة مستقلة صحافة حرة بلا سند وخرجنا للتغيير يا شبيبة جزائرية ويا نوين الخير جامل نفشو واللي صار يصير يدفل يد والله نوصله يتحقق هنا الكبير أداوي مدفون جدونا فتي للي غايت الوان تحضرون اغسلنا داوين هكذو تخش بشيك تخايا سميت هاقول الخلوين يبسن ثلت مغيب هذا بسم الله الرحمن الرحيم رغم التضييقات ورغم التهديدات نحن صامدون تقول صامدون في الشوارع دائما صامدون نحن نطالب برحيل بوتفليقة وعصابته احنا ما نطالبوش بالغاء العهد الخامسة الساقطة
نطالبوا برحيل العصابة اللي مور العهدة الخامسة، نطالبوا برحيل الدولة العميقة اللي تحكم باسم العصابة، اللي هما المدراء العامين تاع سوناطراك، تاع اللي هما الوزراء، اللي هما العسكر الكبار الفاسدين، السياسيين الكبار الفاسدين، هادو هما اللي تغيروا. حنا ماناش حابين نطيحوا النظام، لا، احنا ماناش داعش، احنا سلميين، احنا حابين نبنوا النظام، اعادة بناء النظام اللي هو جمهورية ثانية، الجمهورية الثانية جمهورية مدنية، مدنية يحكمها القانون، القانون ماشي يجيني والي يرسل لي تليفون في الخدمة تاعي يهددني طروافوا، سمعت راني نبوينتي ست خطرات في خدمتي، في ثمن سوايع نبوينتي ست خطرات، علاه؟ على في ميزك هذه واش هذه إقامة جبرية على جال الموقف. خرجت داك النهار، خرجت الطلبة صورتهم برك، جات الدولة رفضتني، علاه؟ واش راني داير انا او كونترير راني نحوس ننسق وننظم هاد الاحتجاجات باش ما تخرجش على الطالب الطابع السلمي تاعها، باش ما تروحش يدوها اطراف ويركبوا الحراك، ماشي. ولكن نحن صامدون، انا في الشارع حتى إلغاء الانتخابات وتأسيس مجلس تأسيسي من شخصيات صادقة، من شخصيات كاينة في الجزائر، 40 مليون جزائري فيها تراريس، نديروا تأسيسية، مجلس تأسيسي ثلاث أشهر ما عندهمش انتماءات، ينظموا الانتخابات وما يشاركوش فيها، وتكون الانتخابات حرة ونزيهة، الشعب قاع يروح يفوطي، والشعب قاع يعص الصناديق تاعه، واللي خرج نصفقوا له هذاك هو، ونمشي موراه ونبنوا الجزائر، نبنوا بلادنا. احنا ما غير نبنوا بلادنا، احنا غايدتنا، علاه؟ احنا الخيرات تاع بلادنا ما كاينش في الاوروب، نعيشوا خير من دبي، نعيشوا خير منها يا جماعه مين تشوف واحد لي شيفر ياك، تغيدك عمرك تشوف لي شيفر صح، وتشوف برا تغيدك عمرك، وين رام كلاونا كلاب شلاش، شرذيمه ماهيش حتى ناس، شرذيمه عندها ولاءات خارجيه، شهادو يلقي تحاكمو خيب بتهمة الخيانة العظمى، لأنهم أطراف مع يخدموا مع جهات خارجية، سمعت؟ ويتهمونا احنا باللي احنا تحركنا أطراف داخلية، لا. انا
يحركني الواقع، انا يحركني الناس اللي يشوفه، كاين الناس اللي يفطر وما يتعشاش، كاين اللي عايش ب 200 دينار وخمس اولاد، فاهمني؟ كاين بزاف، وكاين اللي يدور بالملايين خرج برا 1000 مليار. عيب، وين راه العداله الاجتماعيه في هذا الشيء؟ وين راه العداله الاجتماعيه في هذا الشيء يا جماعه؟ وين راه؟ وربي ما يبغي الشعب ما يبغيهاش، شكون اللي يبغيها؟ ضياف ربي يا جماعه. لذلك اقسم بالله العلي، اقسم بالله العظيم ثلاثه باللي راني في الشارع حتى التالي، وراني واجل للتضحيه، ترفدوني تقتلوني طابق صاي واجد التضحية، خدت على تغييري لغلة تضحية، واني في المقدمة ونور Shut up!
هذا حراك على قضية وطنية، على قضية الوطن اللي سموها الجزائر. كما كانت كاينة جميلة بحيرة، كما كانت كاينة دار طريف اللي جاهدوا كاين بناتنا لحد الآن. الجزائر مازال ولادة اللي جاب العربي بالمهيدي مرة ماشي راجل، وهذه رد على بعض الناس اللي راهم الناس العصابة من هذا الشعب، وهي التي قال أحد معربيها يعني احتقارا لهذا الشعب: جوع كلبك يتبعك. وهو الذي قال أمام البرلمان: واحد الكلب كان راقد تحت الكرمة والكرموش حل فمه والكرموش يطيح عليه، الكرموش كمل والكلب قاعد يطيح حل فمه. معنا احنا الشعب الجزائري احنا عبارة عن كلاب. هذا هو يحيى الذي تقلد يعني مرتين أو ثلاث مرات حكومة الجزائر، التي كنا نتمنى أن تكون حكومة قائمة على القيم والأخلاق واللغة الحسنة في مواجهة الشعب. ماذا يريدون من هذا الشعب؟ ماذا يريدون من هذا الشعب؟ هؤلاء الذين يسوقون بفكرة أنه يمكن أن يقع لنا ما وقع ليبيا أو لسوريا، نقول لهم: لقد خبتم، لقد خبتم. فالجزائر موحدة من تندوف إلى عنابة ومن تبرس إلى وهران. هذه الطينة فريدة من نوعها، هذا الشعب فريد من نوعه. لماذا؟ لأننا علم واحد يعني ونشيد واحد ومطالب واحدة في حين ليبيا ما جاء ساركوزي وجاء ليفي وجاء الحلف الأطلسي وداروا عالمين وقسم الجيش إلى قسمين، وسوريا كذلك تعرضت إلى نفس الوضع، في حين أن هذا الشعب لم ينقسم ولن ينقسم، جيش واحد. حتى المنظمة الوطنية للمجاهدين، منظمة الوطنية للمجاهدين نبارك موقفها، نبارك موقفها الشريف المعنوي، رغم أنهم كبروا، رغم أنهم أصبحوا يعني حماة للتاريخ، ويعني هذا الموقف المعنوي زاد الشعب التفافا وزاده قوة. اسمعوا هذه الهتافات، هتافات تحيي الشهداء، تحيي التاريخ، تحيي المجاهدين، تحيي القيم الوطنية. شعبنا شعب واحد، شعبنا شعب واحد. على هذه العصابة أن ترحل، لا نريدهم على الإطلاق أن ينظروا لنا المرحلة القادمة. نريد من هذا الشعب أن ينظر لنفسه، نريد أن تنتهي العهد الخامسة وأن تنتهي يعني هذه العصابة من السلطة تماما. لا يجوز لها أن تبقى هي التي تسير المرحلة القادمة. المرحلة القادمة هي مرحلة الحراك الشعبي وحده، هو من يحدد، من يمثله أو من ينظر له. لا نريد على الإطلاق لا بوتفليقة ولا عصابته. ينبغي أن تذهب إلى الجحيم وأن تشرب من ماء البحر. السلام عليكم ورحمة الله. يا ويحيى، هذه درس لك ولا العصابة التي تمتلك جثة ولا تمتلك رئيس. فأيامكم أو دقائكم فهي أصبحت معدودة، وأنتم أصبحتم من الماضي، الماضي القادر. وتحيا الجزائر، وحيا شباب مشرية، وتحيا نساء المشرية، والمجد والخلود للشهداء الأبرار. والسلام عليكم. السلام على رسول الله. جمعة مباركة إن شاء الله لأخوتنا أخواتاتنا إن شاء الله. الحمد لله كانت مسيرة سلمية، اللي قمنا بنساء المشرية ولاية النعامة بوقفة لهذا النظام، وكانت الأخوات يعني ما كانش في القمة، كنا أخوات قليلات. ونتمنى وإن شاء الله إن شاء الله يكون تكون وهذا اليوم عيدنا، عيد 8 مارس. إحنا ما بغيناش نمشي نحتفلوا كما أي أخوات اللي احتفلوا في الغناء وفي الرقص، ولا وقفنا وقفة رجل واحد. هذه بلادنا،
ونتمنى ان شاء الله الجمعه المقبله تكون الاخوات اكثر يعني يكون حضور اكثر من هذا الحضور نتاع اليوم. وان شاء الله واش نطلبوا لبلادنا ان شاء الله الهناء ونطلبوا لها ان شاء الله تكون مسيره سلميه ان شاء الله. وان شاء الله وقفت كاع الولايه 48 ولايه ورانا باغين التغيير لهذا الوطن. يعني صاي الشباب ضاع في هذا المجتمع، البنات ضاعوا، يعني الناس قرات وما داتش العمل، يعني ما راش عندهم باش يخدموا. وان شاء الله احنا هذه المسيره ان شاء الله بغينا نوصلوا الكلمه نتاعنا للاعلى مستوى للحكام تاوعنا، وان شاء الله نقول لهم ربي يهديكم. الرئيس ان شاء الله ربي يشافيه، ولكن كإنسانية ربي ان شاء الله يشافيه، ولكن نبغوا التغيير هذه البلاد. رانا باغي ولادنا رانا باغيين بلادنا هذه تكون ان شاء الله بلاد ان شاء الله تكون فيها الهناء وفيها السن، ونتمنوا نتقدموا ان شاء الله. ماناش خير من دول اخرى، دول عربيه ان شاء الله عايشه في النعيم، وحنايا رانا الشباب تاعنا راهم ضايعين، كاين اللي راه في المخدرات، كاين اللي راه يمشي حرك، كاين اللي يعني احنا راه قلبنا راه يدورنا على هاد البلاد، راه كاين راه دارنا بزاف على هاد ولادنا وبناتنا. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله الهناء والطمأنينة ان شاء الله لهاد البلاد. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن نساء مدينة المشرية ولاية النعامة، كما خرج النساء في أقطار البلاد كل منددين وواقفين مع أبنائنا، واقفين مع الرجال سندا لسند، ونحن كأمهات كآباء كمسؤولين كيعني كل ننتمي لهذه الطبقة، نحن من هذا الجيل ندافع على أبنائنا، ندافع على هذا الوطن، نحب هذا الوطن. كما قال الشيخ عبد الحميد بن بديس، نحن ندافع على اللغة وندافع على الإسلام وندافع على أرضنا. لن نترك هذه الأرض التي ضحى عليها المليون وأكثر من مليون ونصف مليون شهيد في هذا البلد، البلد التي ضحت عليه حسيبة بن بوعلي ومجاهدات وشهيدات الوطن. نحن الآن فاطمة بوحيرد وجميلة بوحيرد ضحينا في هذا الوطن العزيز. نحن أمهات نتكلم بصفة نساء وأمهات وأخوات، ندافع على أبنائنا، ندافع لنجد حلول نطلب من كل الطبقات السياسية أن يستمعوا للشعب. كلمة الشعب هي السيدة، لا يمكن، هذا حراك حركه مقلب القلوب، لم يحركه أحد، لا جبهات ولا جمعيات ولا منظمات ولا حزب حرك هذا، حرك الله سبحانه وتعالى، حرك القلوب وحرك العقول لنقف هذه الوقفة. لن نضحي بكل ما نملك لأجل هذا الوطن العزيز، لأجل أبنائنا. لا نريد الحرقة، لا نريد أن يموتوا شباب في عز الريعان. نشكر أبنائنا هنا في الجزائر وأبنائنا في الجالية، وليسجل التاريخ وليكتب بحروف من ذهب هذا اليوم، هذه الأيام المشهودة التي يدافع فيها أبناءنا، أبناء هذا الجيل الذي نريد له الكرامة. ماذا يريد الشباب؟ الشباب يريد العزة، يريد الأمن، الاستقرار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في بلده له قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا نريد الاستقرار ونريد الأمن. لسنا سوريا، حاشا لله، أخوتنا بسوريا نحترمهم ونحترم، وتقطعت قلوبنا لفلسطين ولسوريا وللعراق ولليبيا. لا نريد الدمار لبلدنا، لا نريد الخراب، نريد لها الاستقرار، نريد التقدم، نريد ألجيريان سمارت ألجيريا، نريد جزائر ذكية. كل شيء، نحن من الستينات، ماذا صنعنا في الستينات؟ دائما نبقى نحافظ على الأصالة. نريد شباب يحرك هذا الوطن، ونحترم الكبار، نحترم الشيوخ، نأخذ التجربة منهم ونأخذ الحكمة منهم. ولكن يا يحيى، يقول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يوسف اجعلوني على خزائن الأرض. يعني الشباب هو الحمل. يا أبتي استأجر القوي الأمين، كيف بإنسان مقعد؟ شفاه الله وعافاه، ونحن من الإنسانية نطلب الشفاء لكل أحد. كيف بإنسان مقعد؟ بإنسان بإمكاني أن يحرك، أن بإمكان إنسان بإمكاني. نحن من احتراماتنا لكل المقعدين، لكل المرضى، لكل الله سبحانه وتعالى يشافيهم، ولكن لا نريد أن
أن يقدموا لنا كاستفزاز لهذا الوطن لهذا الجيل ان كادر اون فو با سا اون فو اون فو اون فو كلكان كي بارل نريد انسان يخشى الله يتقي الله له دبلوماسيه له سياسيه يعرف كيف يسير هذا البلد وشكرا ان شاء الله توصل هذه الرساله هكذا غادر شباب المدينه هذه الساحه واملهم وهدفهم واحد ان تعيش الجزائر حره مستقله بنظام يحمي كل حقوقهم إذن تغطية للمسيرة السلمية في محطتها الثالثة مشرية تيفي